بعد طول انتظار فتحت الأسطورة فيات 500 باب الطلبيات المسبقة عن طريق القرض الاستهلاكي أول أيام من شهر رمضان الفضيل. فيات الجزائر حددت سعر طرازين لفيات 500 لتضعهما أمام الزبون بالتقسيط عن طريق بنكي البركة الجزائر وبنك بي أن بي باريبا الجزائر، خطوة يرحب بها الكثير من أصحاب الدخل الضعيف. بالنسبة يعني لقضية البيع بالتقسيط هو أمر يعني كنا منذ مدة في انتظاره، خاصة يعني بالنسبة للموظفين أصحاب الرواتب يعني نوعا ما يعني محدودة، واللي ما عندوش إمكانية لشراء سيارة بسعرها الكامل يعني مباشرة، فكان يعني كثير من الناس في انتظار هذه العروض يعني للبيع بالتقسيط. هو أمر جيد، قلت لك المستهلك الذي لا يملك يعني المبلغ كاملا لشراء سيارات، ونتمنى انه قضيه البيع بالتقسيط ما تكونش فقط لعلامه او علامتين، نتمنى انه البيع بالتقسيط يكون لكثير من العلامات. اسعار سوق السيارات وبهذه الخطوه من علامه فيات الجزائر سيعرف تذبذبا كبيرا وانخفاضا ملحوظا في الاسعار مقارنه بالاسابيع الماضيه حسب المراقبين. في الجزائر راح يوصل بعد السداسي الثاني لعام 2024 اكيد راح تكون هناك انخفاضات وانهيارات في الاسعار مع تعدد العلامات، مع دخول البيع بالتقسيط، مع تغير يعني كثير من العلامات دخلت، المنافسه راح تخرج بين العلامات. سوق السيارات المستعمله يعني مهما يكون راح تكون انخفاضات في اسعار السيارات المستعمله، وراح تؤدي الى يعني انخفاضات متتاليه تصل الى 30% مقارنه بالاسعار اللي هي. وفي انتظار الافراج عن البيع بالتقسيط لطرازات اخرى من العلامه وموديلات لعلامات اخرى، يبقى الزبون ضحيه سماسره السوق.